ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده هنعمل مع بعض العيش البطوطي الجميل بتاع سندوتشات الفول والطعمية، ايه بتاع عربية الفول الجميل الصغير ده. عملنا قبل كده معاكم معجنات كتير، منها المناقيش والعيش الفينو والعيش الشامي وكمان العيش الفلاحي المطول اللي من غير مكنة، وكمان عملنا معجنات جميلة قوي بعجينة هشة وطرية وعيش الكايزر لأحلى برجر، وكمان عملنا خلية النحل لأحلى فطار كده الصبح مع كوباية شاي، وما ننسوش الباتيه القمر اللي احنا عملناه مع بعض في القناة. عايزة اقول لكم كل الوصفات دي موجودة على القناة، تحفة جدا وناجحة من اول مرة. كمان المسمن المغربي ده، عايزه اقول لكم المورق العسل اللي انتوا شايفينه والرقاق الفلاحي. النهارده بقى هنعمل مع بعض الخبز البطوطي الجميل. كمان عامله معاكم على القناه العيش البلدي الاسمر بتاع الافران، تحفه جدا. هعمل النهارده معاكم خبز البطوطي القمر ده. عايزه اقول لكم كده عجينه طريه هينفش معاكي، مفيش ولا رغيف مش هيقب، كله هيقب كده، وتعرفي تفتحي تعملي احلى سندوتش. طبعا كلنا بنروح على عربيات الفول والمطاعم وتاكلوا السندوتشات الصغنونه الجميله دي. النهارده هنعمله معاكم النهارده، وهيطلع معاكم كل واحد مقاس زي التاني بالظبط. ازاي هنطلعه مقاس واحد، وهقول لكم ازاي يطلع معاكم قابب كده وجميل. عجينه طريه وهشه يتعمل منه احلى سندوتش بقى. ما تنسوش بقى الفلافل والفول والطحينه والاكل الجميل اللي كلنا بنحبه. لايك وكومنت حلو منكم، ولو اول مره تشوفوا الفيديو وعجبتكم الوصفه ما تنسوش تفعلوا الجرس، ويلا بينا على الوصفه بتاعتنا. بس صلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام وسموا الله، ويلا بينا نبتدي. اول حاجه هنعملها هنجيب معلقه صغيره مليانه من الخميره. المعلقه دي مش صغيره قوي ولا كبيره قوي، معلقه وسط. حطيت كمان منها معلقتين كبار من السكر. بنفس المعلقه اللي انا حطيت بيها الخميره هحط معلقتين من السكر، حط عليها نص كوبايه من الميه الدافيه ونص كوبايه من اللبن الدافي. طبعا لو عايز تستغني عن خطوه اللبن دي مش مشكله، براحتك خالص. هدوبهم مع بعض، وهننزل عليه بكوبايه من الدقيق او نص كوبايه من الدقيق على حسب الكميه السوائل اللي انت حطوها. المهم ان انت ما تخليهاش عجينه، احنا هندوبهم كده مع بعض وهنسيبهم يختمروا 10 دقائق، يعني زي عجينه ال10 دقائق بالظبط. هنركنها بقى على جنب كده تختمر براحتها، وبعد كده نرجع لها تاني ونكملوا بقيه الوصفه. هنا بعد ما سبتها شوية حلوين كده وسبتها، لما تشوف دلوقتي كتلة العجين عاملة ازاي، بصوا المنظر بتاعها تقل خالص، يعني يعتبر الجزئية دي كلها اختمرت وبقت معانا حلوة جدا. هنكمل بقية مكونات الدقيق بتاعتنا، وزي ما بقول لكم كل مرة الدقيق عندي يختلف عن الدقيق عندك، فانت ممكن الدقيق يحتاج سوائل اكتر ممكن ما يحتاجش سوائل، فعلى حسب نوعية الدقيق. فلو انت عايزة تعكسي الموضوع وتستخدمي الدقيق الاول وتنزلي بالسوائل واحدة واحدة براحتك خالص، لكن الكلام ده لو انت يعني عندك دقيق كمية محدودة، عندك نص كيلو دقيق او كيلو دقيق، فابدأي بالدقيق الاول عشان ما تبصيش تلاقي نفسك محتاجة دقيق تاني. انا بعد ما ضربتهم في العجان كده نزلت عليهم بمعلقتين من الزيت، وطبعا ما ننساش رشة الملح، ربع معلقة صغنونة خالص من الملح عشان تعادل طعم العجينة وتبقى مظبوطة معانا. بنسيبها ترتاح كويس جدا. وعايزة اقول لكم بصوا العجينة طرية قوي ازاي. هنا بعد ما اختمرت كده باخد بقى العجينه كلها، برش رشه من الدقيق وباخد العجينه كلها بفردها زي ما هي كلها كده، مش بنقطعها ولا بنقرصها زي ما بيقولوا الكور ولا الكلام ده خالص، لا احنا هنفردها كلها مره واحده.
طبعا لما بنفردوها السمك ما بيبقاش رفيع قوي ولا سميك قوي زي سمك العيش الشامي كده، بس يعني حاجة بسيطة شوية صغيرين. هنا بجيب بقى الكيس بتاعي كده، وزي ما فردت العجينة كلها زي ما انتم شايفين بجيب الكيس وبقطع بقى على حسب ما الكيس بتاعي مدور ومديني الشكل الرغيف المدور الصغير. فطبعا انتم ممكن لو عندكم القطاعة المدورة او عندكم اي حاجة تكون مدورة ممكن تقطعوا بيها. بصوا الشكل عامل ازاي، بنفس المنظر كده بنقطع كده الرغيف كله بيبقى حجم واحد لان هو نفس الكيس اللي احنا بنقطع بيه. طبعا بشيله وبحطه على حاجة قطن كده، قماشة قطن او اي حاجة قطن عندنا، وبسيبه لما يرتاح شوية كمان. بعد ما ارتاح بسيب بقى جزئية العجينة اللي اتفضلت وبيغطيها تختمر تاني، واخبز بقى اللي احنا عملناه. الجريل بتاعي طبعا الشقيان معانا دايما في القناة اللي خبزنا عليه كتير قوي، بدهنه دهنة من الزيت كده وبحط عليه العيش بتاعنا، واول ما بيتشمع بقعد اقلب فيه كل شوية بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. زي ما انتوا شايفين العيش ما شاء الله عمال ينتفخ ويبقى جميل، زي ما انتوا شايفين كله بينتفخ، مفيش رغيف مش هينتفخ معانا. عايزه اقول لكم كل مخبوزات انا عملتها معاكم على القناه ناجحه والله من اول مره. الباتيه ده لما انا عملته كله فكر ان انا عاملاه من الجليش، لكن عاملاه بعجينه عاديه جدا وطلع مورق وجميل قوي. كمان العيش الفينو ناجح برضو من اول مره. الكايزر بالذات كمان عجب ناس كتير قوي وكتب لي عليه كومنتات حلوه قوي، يعني هتعجبكم ان شاء الله. بصوا بقى العيش قابب وحلو ازاي وصغنون وجميل وكله مقاس واحد، عشان فردنا العجينة كلها مرة واحدة وقطعنا بيه بالكيس اللي موجود او بالقطاعة المدورة اللي عندنا او بطبق صغير المتواجد عندك، وسهلي الدنيا على نفسك كده واعملي معاه اعملي لاولادك احلى عيش، تعملي منه احلى سندوتشات هيطلع جميل قوي. عايزه اقول لكم طعمه خطير مع الفلافل بقى. لما كنا عاملين الفيديو ده مع بعض ما ننسوش فيديو الفلافل، الفلافل ناجحه من اول مره برضو في الفيديو ده، ما ننسوش نروح نتفرجوا عليه. كل التفاصيل في الفيديو بتاع الفلافل ده هتطلع معاكم فلافل ذهبيه لونها فاتح من جوه مقرمشه ما بتشربش زيت كتير، وناس كتير جربتها وفعلا طلعت معاهم ما شربتش زيت خالص. انا عايزه اقول لكم كميه الزيت اللي بنقلي فيها الفلافل دي تاني معانا بنصفيها وبنشيلها نستخدموها مرة كمان مرة واحدة مش اكتر وكفاية كده. وطلعت معانا فلافل مقرمشة وذهبية وجميلة. وعايزة اقول لكم بقى كان احلى فطار مع احلى عيش بطوطي قمر، تعملوا منه احلى سندوتش كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طعمه كان خطير بجد مع طماطم بقى وطحينة، عايزين تحطوا فول وما تنسوش المخلل اللي عملته معاكم في الفيديو. هسيب لكم اللينك تحت الفيديو ان شاء الله. عايزه اقول لكم كان المخلل ده فظيع يا جماعه، شايفين شكل الساندوتش حلو ازاي. يا رب اكون النهارده فدتكم معلومه، ما تنسوش تحطوا لي لايك وكومنت حلو منكم ومشاركه مع اصدقائكم، واستنوني فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.